نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم، والمراجعة النهائية في مادة الجبر معكم الأستاذ محمد السيد بلال. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. لا تنسى أن تفعل خاصية الجرس. النهاردة بقى نتكلم على المراجعة النهائية ونبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، أكمل ما يأتي. أول عبارة بتقول لي إيه؟ تقول لي إذا كانت السين تنتمي للحاء فرق إيه الاثنين، يعني السين موجودة هنا خلاص، فإن السين على سين ناقص اتنين زائد اتنين على اتنين ناقص السين في أبسط صورة. طالما قال لي هنا، قال لي السين تنتمي للحاء فرق الاثنين، معناها إن هي إيه، استبعد المجال بتاعها، يعني خد المجال بتاعها. طيب بنعمل إيه؟ يعني احنا هنحط ده في ابسط صوره، نبسط الصوره. طبعا هنا س على س ناقص 2، وهنا زائد 2 على 2 ناقص. طبعا هنا ده مختلف عن ده، فنحاول نخليهم زي بعض. طب نعمل ايه؟ هنشقلب الكاس، يعني نخلي ده مكان ده. طب نعمل ايه؟ بنغير الاشارات اللي في النص. يبقى اما نغير الاشاره بتاعه اللي في النص نخليها سالبه، هيتحول ده يبقى ايه، ده بس سالب 2. كويس. طيب ونشوفه مع بعض، يلا بينا مع بعض كده نشوفه. يبقى س على س ناقص 60 زي ما هي ديت، وبعد كده الموجب حولتها الى سالب، وجيت على الاثنين خليه زي ما هي، جيت لده بقى بدلته خليته بقى ايه، س ناقص كام 2. اصبح دلوقتي س ناقص 2 وده س ناقص 2. المقامات مالها متشابهه. لما يكون المقامات متشابهه بنحط مقام منهم اللي هو س ناقص 2 ونطرح اللي فوق البسط، يبقى س ناقص 2، يبقى س ناقص 2. طيب س ناقص 2 على س ناقص 2 بيساوي كام؟ 1. يبقى المقدار ده في ابسط صوره طلع لي بكام يا اخوانا؟ بايه؟ بالواحد. طيب ناخد الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثانيه بيقول لي اذا كانت س في ص بتساوي 3 و س اس 2 في ص ناقص س مضروبه في ص اس 2 بتساوي 6، فان س ناقص ص بتساوي كام؟ طبعا هنا هنعمل ايه؟ هنيجي على المقدار ده وناخد منه عامل مشترك. طب تعالى ناخده عامل مشترك. ايه اللي انا ممكن ناخده عامل مشترك من هنا؟ هناخد السين والصاد. يبقى ناخد سين في صاد عامل ايه؟ مشترك. يبقى ناخده سين في صاد عامل مشترك. طيب يلا ناخده. هيتبقى لنا يبقى سين اس 2 في صاد ناقص سين في صاد اس 2. قلنا هناخد سين في صاد عامل مشترك، يبقى ناخد السين في صاد عامل ايه؟ مشترك. كويس؟ طيب هتبقى لنا ايه بقى؟ هتبقى لنا سين اس 2 صاد على سين صاد، بقى لنا سين ناقص السين تروح مع الصاد تروح مع واحده من ديت، هتبقى لي مين؟ هتبقى لي الايه؟ الصاد. يبقى السين تروح مع السين وصاد تروح مع واحده، تبقى لي صاد. كل ده بيساوي كام؟ بيديني الستة اهو زي ما هو عاطيني في المساله. طيب نرجع نعمل ايه؟ هنعوض عن سين ناقص الصاد، سين في صاد بكام؟ بتلاته. يبقى نشيل ده نحط مكانه كام هنا؟ التلاته. نحط مكانه الكام؟ التلاته. ماشي؟ اذا تلاته مضروبه في سين ناقص الصاد بتساوي سته. اقسم على التلاته. يبقى هنا هنقسم على الكام؟ على التلاته. يبقى هنا بالقسم على الكام؟ على الايه؟ 3. يبقى هنا نقسم على 3، وهنا برضو نقسم على الكام؟ على الايه؟ الايه؟ 3. اذا في النهايه الس ناقص الص تطلع بكام؟ ب 2، لان 6 على 3 فيها الكام؟ فيها الايه؟ ال 2. طيب تعال نشوف الجزئيه اللي بعد كده. الجزئيه اللي بعد كده بيقول لي اذا كانت ا وب حدثين متنافيين، خد بالك من كلمه متنافيين، من فضاء عينه للتجربه عشوائيه، فإن أ تقاطع ب بيساوي. يبقى إذا لما يكون عندي حدثين متنافيين التقاطع ما بينهم بيساوي فاي، التقاطع بيساوي فاي. يبقى إذا هنا نقوله إيه؟ التقاطع هنا يساوي الإيه؟ الإيه؟ الفاي. طيب هنكمل برضو أكمل ما يأتي. بيقول لي رقم 4 مستطيل طوله 3 سنتي وطول قطره كام؟ كام هنا؟ 4 سنتي، فإن عرضه بيساوي. طبعا هنا علشان نتكلم على المستطيل، طبعا المستطيل انت عارف المستطيل شكل المستطيل تقريبا كده، تعالوا نقوله شكل المستطيل اهو قدامي. كويس. طيب وده هنعتبر مثلا الايه، الطول بتاعه 3 سنتي، يبقى ده كام؟ 3 سنتي. وطول القطر، طب ما تيجي ناخد طول القطر، هات طول القطر ده كده نعتبر مين القطر اللي هو ايه، اللي هو ده هوت عندي خلاص، ده يعتبر بالنسبه لنا القطر. طبعا ده مثلث قائم الزاويه هنا، لو سميت ده ا مثلا، سميت ده ا وده ب وده ج وده د. كويس. يبقى اذا ا ج ده القطر، هو طوله بكام في المساله؟ بيقول لي بيساوي 4.
كويس. طيب عايز طول ايه؟ عايز عرضه. العرض هنا اللي هو ا ب، فهنجيبه في فيثاغورس. نقول نجيبه ازاي؟ يبقى نجيبه في فيثاغورس ونقول هو العرض بيساوي الجذر التربيعي ل 4 تربيع ناقص 3 تربيع. يعني ايه؟ جذر التربيعي 16 ناقص كام؟ ناقص 9. يعني في النهايه يطلع لي بجذر 7. يبقى ده يطلع لي بجذر ايه في النهايه؟ بجذر ايه؟ بجذر 7. طب هنا بيقول لي ايه برضو؟ بيقول لي رقم 5 بيقول اذا كان 5 الزوج المرتب 5 و س سالب 4 والزوج المرتب برضو ص زائد 2 و3 دول بيساوي بعض، فان س زائد ص بتساوي كام؟ طبعا هنا طالما زوج مرتب يساوي زوج مرتب يبقى المسقط الاول يساوي المسقط الاول. يعني ايه المسقط الاول؟ يعني س زائد الاثنين ده مسقط اول، يعتبر بالنسبه لي مسقط ايه؟ اول. يبقى نقول س ص زائد الاثنين ده المسقط الاول، ص زائد الايه؟ زائد الاثنين بيساوي كام؟ بيساوي الخمس. وايه كمان؟ والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يعني مين؟ يعني س ناقص 4 ده المسقط الثاني، س ناقص ال 4 بيساوي الكام؟ الايه؟ الثلاثه. خلاص دي أول حاجة بنعرفها. طب وبعدين نيجي نكمل بقى، هنودي الصاد ناقص الاثنين هناك مع تغيير الإشارة، يبقى صاد بتساوي 5 ناقص 2 بتساوي 3، يبقى هنا بكام؟ ب 3. طيب برضه نفس الحكاية، هنقول س ناقص الأربعة بتساوي 3، هنودي الثلاثة الأربعة هناك مع تغيير الإشارة، إذا الس بتساوي 3 زائد 4 بتساوي كام؟ 7. يبقى أصبح س ب 7 والصاد ب 4 ب 3، نجمع بقى نقوله ايه؟ 7 زائد 3 يديني 10، يبقى بيديني هنا الكامل ايه؟ ال 10. طيب بعد كده برضه بيقول لي اكمل المجال المشترك للكسرين دولت. عايز اجيب المجال المشترك اللي هم مين بقى؟ المجال الاولاني 5 على س ناقص كام؟ 3، والثاني س زائد 1 على س تربيع ناقص 3 س. عايز اجيب المجال المشترك، نجيب مجال كل واحد. هات لي المجال بتاع مين؟ المجال بتاع الاولاني نسميه ميم واحد، يبقى ح فرق كام؟ ايه؟ الثلاثه. طب هات لي المجال الثاني خلاص اللي هو بالنسبه لده، هناخد س عامل مشترك من هنا، المفروض ناخد س عامل ايه؟ مشترك كده، هتبقى لي كام؟ س ناقص كام؟ ناقص الثلاثه، ناقص كام؟ ثلاثه. طيب يبقى المجال بتاعنا هنا بتاع الكسر الثاني عباره عن ايه؟ ح فرق الايه؟ الصفر، لان ده بصفر وايه؟ والثلاثه. يبقى هنا المجال المشترك بتاعنا بقى، المجال المشترك بتاعنا عباره عن ح فرق ايه؟ الصفر والثلاثة. ح فرق الصفر والكام والايه؟ والثلاثة. هنا بيقول لي ايه؟ اوجد نون س في ابسط صورة، اوجد نون س في ابسط صورة. نون س عبارة عن ايه بقى دلوقتي؟ س أس 3 ناقص 8 على س أس 2 زائد س ناقص 6 موضوع في الكسر الثاني س زائد 3 على س أس 2 زائد 2 س زائد الايه؟ ال 4. طيب وفي ابسط صوره مبين المجال ثم اوجد الايه اللي هو عايزه. طيب نبدا مع بعض كده نشوف مع بعض. اول حاجه بنيجي نحل س اس 3 ناقص 8 عباره عن نفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير، يبقى س ناقص 2 مضروبه في س اس 2 زائد س زائد ال 4، وده هنحلله مقدار ثلاثي بسيط عباره عن س في س 6 2 في 3 او 2 في 3. الكبير ياخد اللي في النص لان دي سالبه، يبقى الكبير ياخد اللي في النص، يبقى الكبير ياخد الموجب والثاني بالعكس وبالايه؟ بالسالب. طبعا ده مش هيتحلل ولا ده هيتحلل. طيب نيجي نختصر بقى، خد بالك معايا، تعالى نجيب المجال برضو شغالين، خد بالك نجيب المجال قبل بالاختصار. ازاي نجيب المجال؟ يبقى المجال هنا عباره عن ح فرق 2 وسالب 2 كويس، بس ده يبقى هنا المجال بتاعي. يبقى انا حبيت نجيب الايه؟ المجال. هنلاقي المجال هنا اهوت زي ما قلنا عباره عن ايه؟ نون، خلاص المجال اهو ح فرق سالب 3 و2. طيب تيجي نختصر بقى، خد بالك في الاختصار، طبعا ده يختصر مع ده، وس ناقص 2 يختصر مع س ناقص 2، وس اس 2 زائد زائد س زائد 4 بيختصر مع ده، يبقى ده يختصر مع ده، وفي نفس الوقت ده برضه يختصر، في النهايه الناتج يطلع لي بكام؟ بالايه؟ بالواحد، يبقى نون س ثلاثه يطلع بالايه؟ بالواحد. طيب بعد كده بيقول لي سالب 2 تنتمي للمجال، اه يبقى سالب 2 هنا بتنتمي المجال، لان المجال هنا كل الاعداد ديت ما عدا سالب 3 وكام؟ و2. طيب طالما هي بتنتمي المجال يبقى قيمته بتطلع بكام؟ هيطلع يبقى هنا الداله في النهايه تطلع بكام؟ برضو بايه؟ بالواحد. يبقى لو انا اشتغلت برضو هنلاقي ان هي بتنتمي للمجال، فانا اختصرت، اما تختصر معايا يبقى اذا قيمه الداله عند نون نون سالب 2 بتساوي الايه؟ الواحد، بتساوي الكام هنا؟ الايه؟ الواحد.
وأخيرا، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للأصدقاء والفيسبوك.